خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال. يجيء بك الملك في سرعة من حرير، فقال لي: هذه امرأة. فكشفت عن وجهي ثوب إلى أنت هي، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضيه. وكان عمرها 9 سنوات، فمكثت في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وفاته، وكانت قد بلغت 18. ومكانتها عند رسول الله لعل أكثر سبب يدعو لطرح سؤاله، ولها مكانتها الخاصة في قلب رسول الله، فقد كانت رضي الله عنها أحب الناس إلى رسول الله، فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي الكريم: هي الزوجة الوحيدة التي تزوجها بكرا وقد مات في حجرها ودفن في حجرتها. وقد كان رسول الكريم يكثر من مديحها وبيان فضلها على الناس أجمعين، وقد كان لها الفضل الأعظم في الحفاظ على الدين الإسلامي وبيان تعاليمه للمسلمين بعد وفاة رسول الله، حيث نقل عنه كثيرا من الأحاديث الصحيحة رضي الله عنها وأرضاها، وتميزت بصفات جعلتها تثق عند الله ورسوله الآن. إن تعرفتم على هذه الصحابية الجميلة اتركوا اسمها للتعليق على القناة المؤسسة للمشاركة في المسابقة، وحظ موفق للجميع. كانت معكم